يا مرحبا يا هلا وسهلا، حيا الله اللي شوفوني على روتانا خليجيه في نهايه هذا الاسبوع واخر حلقات هذا الاسبوع من برنامجكم ساعه شباب. كل يوم بنطل عليكم، بنسعد ان شاء الله بتواصلكم ومشاركاتكم. مسي عليكم بالخير واكيد على لمياء غالب. مساء النور عليك تراد اكيد، ومساء النور على كل اللي يتابعونا على قناه روتانا خليجيه في بدايه حلقه جديده من برنامجكم اليومي برنامج ساعه شباب اللي بيكون معاكم من الاحد للخميس من الساعه 4 للساعه 5 بكل فقراتنا المتميزه والمتجدده، واكيد اقول لكم ساعه كامله راح نقضيها معاكم بكل حب. موضوعنا اليوم هو يعني اصبح حديث الكل او حديث العالم العربي، او خلينا نقول حديث العالم ككل، وهو ما يحصل الان من جرائم ترتكب في حق الإنسانية تحديدا في حاليا في حلب، وهو أمر مؤلم جدا للقلوب وأمر يعني تدمع له العيون ويدمي له القلب، ويعني في ضحايا أبرياء مدنيين كثير بنشوفهم من كبار وصغار، أو يعني في فيديوهات نشرت قبل يومين ما أعتقد نصكم قدر يشوفها من شدة هول هذه الفيديوهات واللي بيحصل في حلب. اليوم حنتحدث عن الموضوع لكن ليس بشكل سياسي بالتأكيد، ولكن من منطلق إنساني واجتماعي. أكيد طبعا تراد، الكثير من الضحايا الذين قتلوا بدون وجه حق، وأيضا الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي اللي تفاعلوا مع الأحداث اللي حاصلة حاليا في حلب من خلال الصور أو مقاطع الفيديو اللي انتشرت لكم الدمار الهائل الحاصل في حلب، وأيضا الأطفال والنساء الذين تم تشريدهم في الشوارع بدون ملجأ أو مأوى. سؤالنا اليوم كان على هاشتاغ ساعة شباب في تويتر، مشاركة مننا ومن فريق ساعة شباب ومن فريق عمل ساعة شباب تحديدا، من وجهة نظرك كيف ممكن تتفاعل اجتماعيا وإنسانيا مع ما يحدث في حلب؟ خلونا نروح نشوف ردودكم، نشوف بعد كده احنا ايش ممكن نطلع بايه. أحمد فاخرجي يقول يسعد مساءكم بكل خير، الوضع في حلب انه أشبه بما يكون ما يكون بفيلم رعب هوليوودي حيث ينتظر الناس الموت في أي لحظة، أمر مخيف فعلا. صحيح أحمد. نروح لهمسة براءة تقول أولا مساء الخير، ثانيا ما باليد حيلة غير الدعاء لهم وأن ينصرهم قريب يا رب ويرحم شهدائهم يا رب، اللهم آمين. يا همسة براءة. نور تقول مبكي جدا ما يحدث في حلب، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا أجد غير الدعاء لهم. آمين يا رب. عهد تقول مهما عملنا ما راح يفيد ما لهم إلا الدعاء، اللهم ارحم موتاهم وانصرهم على الأعداء يا رب. اللهم آمين. عندنا كمان ألا الدعاء لهم ونشر الوعي بين الناس ونشر صور في مواقع التواصل، هذا أقل شيء نقدر نسويه بحقهم، الله ينصرهم ويفك كربتهم. اللهم آمين يا رب. أمثال تقول أتفاعل اجتماعيا بكثرة الدعاء لهم، لكن ما أقول إلا حسبي الله ونعم الوكيل فيهم، ما يخافون الله، ما أقول إلا الله يحميهم يا رب. آمين فعلا. يا رب يا أمثال. مريم تقول أكيد الدعاء لهم، ولازم العالم كله يعرف باللي بيصير، يعني بعض الدول لا تحجب الحقيقة لأنه تقول هذا أمر سياسي. طيب وين الإنسانية فعلا؟ وهذا وين الإنسانية مبتغانا اليوم. عبير تقول يعلم الله حزننا عليهم قد ايش، ما بيدنا الا الدعاء لهم يا صبرهم ويقويهم وينصرهم وينصرنا معاهم، اللهم امين يا عبير. شكرا يا عبير. ايميد تقول بالدعاء والتضرع الى الله ان يفك الله كربتهم ويعجل بنصرهم، واذكر اللي حولي بالدعاء لهم وشكر الله على نعمه الامن والامان. حقيقه جميل. حلو. طيب انا والله تصدقي في كمان هم قالوا الدعاء وقالوا التنويه او التوعيه، التوعيه ترى امر جدا مهم، لم في ناس ما بيستوعبوا هذا الامر او ما بيعرفوا قوه الان السوشيال ميديا او قوه تذكير من حولك بهذا الامر، بانه في ناس ترى يعني ما هي مطلعه، خلينا نكون زي الامهات الكبار، يعني خلينا نقول الصغار في السن، احنا الجيل الشباب او يعني او اذا كان شخص 30 هو اللي بيكون او 40 اللي بيكون متبع متطلع اكثر أكثر. صحيح. فواجب عليه انه هو أو واجب عليها ايضا انهم يذكروا الناس اللي حولهم في مجتمعاتهم الصغيره، في العمل، في جلسات الاصدقاء، في العائله، يذكر الصغير وايضا ينبه الكبير للدعاء، وانه يعرف كيف ياخذ موقف، لانه هذه هنا الان ممكن نعلم ابنائنا ونعطيهم يعني خلينا نقول درس في التعلم كيفية التعامل مع هذا المواقف. أكيد طبعا تراد، بس الأمر مو محصور، نقدر نقول للشباب خصوصا مع وجود مواقع التواصل الاجتماعي صرنا بنشوف الأخبار أول بأول بصور وفيديوهات انتشرت كثير، وكمان إذا تكلمنا عن صور التفاعل الاجتماعي نقدر نقول بالتبرع لهم من خلال الجمعيات الخيرية اللي تقدر توصل لهم على طول من كسوة، مواد غذائية، ملابس، أي شيء تقدروا باللي تقدروا عليه المستطاع أنكم تقدروا توصلوا لهذه الجمعيات الخيرية، والجمعيات تتولى الأمر وتوصلوا
هذول للأطفال والنساء والرجال اللي موجودين في حلب، خصوصا نحن يا جماعة لا ننسى أنه نحن في فصل شتاء والبرد جدا قاسي عليهم. إحنا في الاستوديو مكيف وهارين، نحن قادرين نستحمل، فكيف أيه راح يكون أيه هناك. وبس كويس ذكرت موضوع التبرع، لأنه كمان في نقطة أخيرة في ناحية التبرع، أنه الجهات الرسمية والمعترف فيها في ناس أيوة أكيد لازم تعرف تكون الجمعيات الخيرية الموثوق بها. خلونا نروح نكمل ردودكم، نكمل مع بعض ونشوف باقي ردود. نقرأ تقول بالدعاء والتضرع إلى الله أن الله يفرج عليهم، اللهم انصرهم وأشدد أزرهم واربط على قلوبهم وارحم شهداهم يا رب العالمين. اللهم آمين يا دقنا. أحمد يقول الدعاء لهم أن الله يفرجها عليهم، والله يحزنوا تقريبا يوميا أطفال يموتوا، شباب أمهات، الله يصبرهم والحمد لله على نعمة الأمن والأمان دائما وأبدا. لولي تقول الدعاء لهم يا رب سدت الأبواب عليهم إلا بابك، وانقطع الرجاء إلا منك، فكن لهم ناصرا يا رب العالمين. الحمد لله على الأمن والأمان. الحمد لله. مريم العيدروس تقول الدعاء لهم الله يرحمهم، الله يرحم شهداء سوريا، إنا لله وإنا إليه راجعون. تحياتي لكم لمياء وطراد، ويكند سعيد، وأكيد تحياتنا لك ولمشاركتك يا مريم. مريم مزون تقول أحث المجتمع على أنهم يدعون لأهل حلب والدعاء لهم بأن يفرج الله كربتهم أو كربهم وينصرهم على من ظلمهم. اللهم آمين. جميل. مهرة عسير تقول أتفاعل اجتماعيا بأن ندعي لهم وانشر أدعية لحلب في تويتر أو أي مكان، وإنسانيا أقدر الأمن والأمان والنعمة اللي أنا عايشة فيها. شكرا مهرة. مين؟ أمل صبية حزيران تقول لا نملك سوى أن نسقي حلب وأهلها بأعذب الدعوات، اللهم هون عليهم وخذ بيدهم وكن لهم عونا ونصيرا، رحمك يا الله بهم. اللهم آمين. نور الزهراني تقول والله ما أدري شو نقول، حاجة تفشل، نحن العرب نتفرج ولكن ما لهم إلا الله يفرج ما بهم من غمة، ونصرا لهم على من ظلمهم، وأحلى ويكند للجميع وعليك أكيد يا نور. صحيح. في الأخير يا نور احنا نجتهد بشتى الطرق اللي احنا ذكرناها. ذكرى تقول وآخر رد معانا نوحد الدعاء لهم في جميع مساجدنا وفي جميع صلواتنا، لعل الله يلطف بهم وبإذن الله فعلا بإذن الله. وهذا اللي صار في المسجد الحرام أمس يعني. صحيح. ويعني مفتي المملكة أيضا أكيد يعني ذكرنا بهذا الموضوع، وفي الحرم أمس صار هذا الأمر يعني أكيد. المساجد أئمة المساجد ما بيقصروا، المشايخ يعطيهم العافية. التذكير بالدعاء هو مو مجرد تذكير خلاص احنا قلنا وخلاص، لا فعليا احنا هم يذكروكم عشان احنا كمواطنين نذكر من حولنا بالدعاء، بالتبرع، بوقفتنا جنبهم، ايش ما كانت الطريقه المناسبه لنا هنا. والجميل اكثر طراد انه شفنا جميع الدول كانت متعاونه جدا مع الاحداث اللي صارت في حلب، وكان في يعني مساعدات نقدر نقول من جميع الدول العربيه والاسلاميه اللي وقفوا كثير لانقاذ اطفال ونساء ورجال ايضا. صحيح. وكل دوله لها طريقتها، واخر شيء ايضا في أحد الدول العربية، في الكويت أيضا وفي كثير من الدول يعني حاولوا أن هم يعطوا كلمة أو حتى يعني يعبروا بكلمة حق، لأنه فعليا إحنا نحتاج أن العالم يسمع أنه ترى في شيء صاير. يعني موضوعنا اليوم أبدا ما هو سياسي، بنحاول نأخذه بطريقة اجتماعية إنسانية عشان نوعي نفسنا أولا وإياكم وأطفالنا الصغار اللي كل مرة لم يشوفوا حاجات وحروب وانفجارات، بس يفهموا، لابد أنهم نفهمهم عشان لا فجأة يسبب احنا في اي عالم. صحيح. في أي زي ما ذكرت في البداية يعني شفنا مقاطع فيديو انتشرت في انستغرام واليوتيوب مؤلمة جدا للقلوب، وحقيقي ما قدرنا ان نطالع في اطفال فقدوا اهاليهم، فقدوا ابوهم وامهم، فقدوا بيت منازلهم، فقدوا كل شيء كانوا يملكوه في غمضة عين. فانت كيف بتقدر انك تطالع؟ ابدا ما كان يعني شفت الفيديو حق ما كنا قادرين نكمل. في راجل كبير ومرته برضه كبيره في السن قاعد يدعوا ويبكوا من قلبهم، يصارخوا بشكل يعني والله ما مستحيل تقدروا تكمل الفيديو. شفتيه ولا لا؟ ما شفته بس ما قدرت اكمل. اتوقع انا ما قدرت. نهايه ايش نقول طراد؟ اللهم انصرهم، اللهم ادم علينا نعمه الامن والامان، وادم نعمه الامن والامان على جميع الامه الاسلاميه والعربيه، وكن دائما سالمين يا رب. هذا كان سؤالنا اليوم، وجهة نظرك كيف ممكن تتفاعل؟ احنا قلنا التبرع، الدعاء، ندوه الناس ونوعيهم، ثلاثة أشياء بسيطة، وحنكمل باقي حلقتنا بعد ما وصلنا لهذه النقطة. حنطلع فاصل قصير ونرجع لكم بعد الفاصل.